ولسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا من مهارات عظيمة. مهم جدا اننا نحصن جسمنا ونقوي جهازنا المناعي، خصوصا انه في ظل انتشار الأوبئة اللي الواحد بيسمع عنها، وبقينا خايفين ايه يا ترى اللي هيطلع لنا جديد، هنعمل فينا ايه؟ بس للأسف في ناس مش مهتمة حتى بأكلها الصحي ولا حتى بالمكملات الغذائية، وسايبة نفسها لحد ما يجي لها مشكلة وتبدأ تفوق. طيب ازاي نقدر نقدر يكون عندنا شغف ان احنا نقوي مناعتنا من غير طبعا ما نزهق، وازاي اقدر اعرف انه انا مناعتي قويه او مناعتي ضعيفه؟ طيب هل نكتفي بالاكل الصحي؟ ده ان شاء الله اللي هنعرفه مع دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. دندون نورتيني وشرفتيني حبيبتي عزيمه، دايما موضوعاتك جميله ودايما فيها اضافه، ودايما يعني بتضيف لنا معلومات كل مره بتكوني معايا، حاجات بتخلينا نبقى قاعدين مستمتعين وبنعرف حبيبتي. حاجات اخطاء كتيره بجد احنا بنقع فيها طبعا اكيد. فكره بقى المناعه دي موضوع مهم جدا، خصوصا ان احنا بنطلع من بعد فصل الشتاء بنبقى مهتمين قوي وبندعم في فصل الشتاء، وبعدين نطلع من فصل الشتاء نحس ايه شويه بقى الصيف نتنفس شويه، يعني الولاد ما بتبقاش بتتعب، الجو ما بيبقاش برد، احنا مش بنبقى حاسين احنا مناعتنا ضعيفه ولا لا الا لو تعبنا. صح. فكل الحاجات دي عايزه اعرف انا اقيس ازاي انا مناعتي كويسه ولا ضعيفه، اعمل ايه يعني احط كده نفسي على التراك ازاي اعرف انا في الصيف والشتاء اخد ده صيف شتاء ولا في الشتاء يعني تهنا والله بنتوه صدقيني. هو تعزيز الجهاز المناعي مش مقتصر على الشتاء فقط اطلاقا، دي مقوله خاطئه. أوكي. جدا جهاز المناعي في كل الفصول، يعني شتاء وصيف وخريف وطول الوقت لازم جهازنا المناعي نقويه ونعززه لان ده جيشنا. تمام. الجهاز المناعي من اهم الاجهزه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لجسم الانسان لمحاربه اي جسم غريب دخل عليه، لمحاربه اي بكتيريا اي فيروس، واحيانا طبعا لو المناعة قوية نقدر نحارب بيها لا قدر الله الخلايا السرطانية. طيب ازاي نقدر نقوي جهازنا المناعي؟ الموضوع بسيط جدا جدا. نقوي جهازنا المناعي بطرق بسيطة. زي ايه؟ أولا سوء التغذية ده بيقلل وبيضعف جهازنا المناعي. سوء التغذية دي كارثة، لازم يوميا آكل أكل صحي، خضار، سلطة، فاكهة، أبقى عارفة إن أنا لما بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم. النوم المتقطع والنوم الساعة 7 الصبح وافضل نايمة بالنهار وصحية بالليل. بالليل هو اللي بيحصل فيه ديتوكسيفيكيشن وخروج السموم من الجسم، وهو اللي بيحفز لجهازنا المناعي. التخن أو الزيادة جدا في الوزن ده بيضعف الجهاز المناعي. عدم الحركة تماما ده بيضعف جهازنا المناعي. التدخين بكثرة ده بيضعف الجهاز المناعي. ان احنا ناخد المضادات الحيويه بدون استشاره طبيب، عمال على بطال عمال ابلبع في مضادات حيويه، ده بيضعف اكيد الجهاز المناعي. المسكنات من غير استشاره طبيب، ادويه مثبتات المناعه اللي فيها كورتيزون باخدها كده مع نفسي من غير استشاره طبيب، كل الحاجات دي بتضعف لي جدا الجهاز المناعي. ازاي اعرف مثلا ان انا الجهاز المناعي فيه مشكله؟ ممكن من تحليل السي بي سي لو عندي خلل في الوايت بلاد سيلز، او الحاجات العاديه بقى، مثلا لو انا باكل سكريات كتير جدا في اليوم طبيعي ان انا ما عنديش مناعه. لو انا باخد كميه سكريات ما فيش مونيتور للسكر ما فيش مناعه. لو انا مثلا طبعا ما بشربش ميه خالص ما فيش مناعه برضو. لو زي ما انا قلت الجهاز الهضمي لازم اركز في الجهاز الهضمي. لو عندي طول الوقت قيء مستمر vomiting او اسهال مستمر وما رجعت ما جريتش على دكتور بطن او دكتور السبب. لازم اعرف السبب ايه، لازم اهتم جدا بالجهاز الهضمي. ولو الجهاز الهضمي فيه مشكله حتى لو اكلت اكل صحي واخدت مكملات غذائيه مش هيحصل امتصاص للفيتامينات والمعادن. فطريقه سهله جدا جدا ان انا اقوي جهاز المناعي، العب رياضه شويه لان الرياضه بتعزز جهاز المناعي، انام نوم كويس ونوم عميق. لو عندي ارق نقدر اقول الفيتامينز المهمه عشان يحسنني المود، واكل اكل صحي، واخد مكمل غذائي مهم جدا وبرشحه جدا لكل الناس. المناعه مش مقتصره على الرجاله بس، مناعه ستات ورجاله. برشح لهم اي ال بي مالتي فيت المرخص من هيئه سلامه الغذاء، المتوافر في سلسله صيدليات معروفه موجوده في كل محافظات مصر. اللي مش قادر ينزل الصيدليه يشتريه بتقدروا تتكلموا عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه بيوصل لحد باب البيت.
طب هسألك حاجة بقى، في احنا فعلا بنتخلق بمناعة قوية ولا ممكن ناس تتولد بمناعة ضعيفة؟ ممكن يعني بيبقى احيانا حاجات بقى كده، يعني ممكن في ناس بتتولد بس احنا نقدر نقوي جهازنا المناعي، واحيانا مع كبر السن او فجاه بيبقى في مشاكل مناعيه حتى بعد ما بنكبر. يعني مثلا لو حد بيقول لي مثلا شعري بيقع، اخد فيتامين لو عندي مشكله في المناعه هي المؤديه الى تساقط شعر، لازم اعالج السبب الاول وادعم بالفيتامينات. لو يمكن مرض السكر النوع الاول، ناس كتير ما تعرفش ان هو مرض مناعي. ان يعني ايه خلل في المناعه؟ يعني ربنا خلق المناعه تهاجم الفيروس والبكتيريا. ساعات بيحصل خلل ان كرات الدم البيضاء بتخش تهاجم الجسم نفسه. ده خلل في المناعه. لو دخلت هاجمه البنكرياس بيعمل لي سكر نوع اول. لو دخلت هاجمه الشعر، خلايا الشعر او بصيلات الشعر، يعمل لي الالوبيشيا، ده مرض مناعي. لو والهاشيموتو، او لو دخلت هاجمه الغده الدرقيه، فبيحصل احيانا خلل في المناعه. لكن ازاي نقدر وقت الخلل في المناعه؟ لازم اجري على دكتور مناعه فورا. ازاي اقدر اعزز جهازي المناعي؟ بالاكل الصحي وفيتامينز مهمه جدا جدا للمناعه، ويبقى ليها انتيك يومي بيخش الجسم، فيتامين سي. ايوه، نوع الفيتامينز بقى الاثنين دول، ومعهم نحاس، لان الزنك مش هيشتغل من غير نحاس. تمام. اقوى فيتامين ومعدن للمناعه فيتامين سي وزنك، والاثنين اكيد موجودين داخل قلب مالتي فيت. انا طبعا بصي احنا عايزين ناخد بقى نعرف قولي لنا بقى مجموعه الفيتامينز كلها، يعني عايزينهم بقى يعرضوا لنا على الشاشه كل الفيتامينز. اوكي. وقولي لنا انت قلتي لي احنا اعلى نسبه في الزنك، انا عارفه اعلى نسبه في الزنك، فقولي لي بقى المميزات لانه في حاجات كتير، وقولي لنا النسب لانه في ناس ممكن تختلط عليه الامر. ايه الفرق يعني بين الالف مالتي فيت وبين اي فيتامين او مكمل غذائي تاني؟ فدي مهمه. اوكي. اولا انا عندي اقوى او اعلى تركيز في الزنك، دي اول حاجه. عندي 23.9. زي ما انا قلت الزنك مهم في ايه؟ مهم للمناعه، لكن مناعه بس لا. الزنك مهم لكل العمليات الحيويه في الجسم. الزنك مهم لاي خليه بتتجدد. انت عندك الدم، خلايا الدم بتتجدد، لو هتكلم على كرات الدم الحمراء بيتجدد كل 3 شهور تقريبا. لو هتكلم على كرات الدم البيضاء من ساعات لايام. في اي حاجه بتتجدد محتاجه زنك. الزنك مهم للشعر، الشعر بيقع وبيطلع شعر تاني. الزنك مهم للضوافر، الزنك مهم جدا للخصوبه عند الرجال. طبعا انا عندي اعلى تركيز في الزنك. وعندي داخل قلب مالتي فيت فيتامين سي. اوكي. فيتامين سي مناعه، كولاجين، يعني احنا بعد سن معين الكولاجين بينقص. الكولاجين بروتين اساسي لصحه بشرتي عشان ما يطلعليش تجاعيد. الكولاجين مهم للغضاريف جدا والعظم. الب مالتي فيت فيتامين سي اللي فيه بيعزز لي على انتاج الكولاجين من اول وجديد. اللي بيميز الب مالتي فيت كمان انه ملم بعائله فيتامين ب الكامله. احنا شايفين البيوتين مهم جدا لصحه وجمال متكاملين طبعا، شعر وبشره، ومهم كمان للتمثيل الغذائي وسرعه الايض. عندي الكوبالامين اللي هو فيتامين بي 12 داخل قلب مالتي فيت. الكوبالامين ده اللي بينتج لي الفيتامين ده، بينتج لي كرات الدم الحمراء، فبيعلي لي جدا كفاءه الدم. ومهم يا جماعه ان احنا نهتم بدمنا، لان الدم هو وسيله مواصلات كل حاجه في جسمنا. بعتبره التاكسي. أوكي. الدم مهم لحاجات كتير، لنقل الاكسجين للخلايا. الدم مهم لنقل الهرمونات من الجلاندز او من الغدد المنتجه للهرمون لمستقبلتها في الخلايا. الدم مهم للتخلص من الفضلات. الدم مهم لان الخلايا المناعيه عندي او كرات الدم البيضاء تمشي في الدم، ولو في اي جسم غريب تحاربه. فلازم اعزز جدا كفاءه دمي. كوبالامين بينتج لي او بيساعد بقوه كبيره جدا على انتاج خلايا الدم الحمراء. هايل. طب خلينا ناخد فاطمه معانا على التليفون. شوف فاطمه، اهلا 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 بيكي دكتور. معاكي فاطمه، اتفضلي. مساء يا دكتور. مساء الخير يا فاطمه، ازيك؟ الحمد لله يا حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله يا فاطمه، معاكي. لو سمحت يا دكتور، انا يعني دايما بحس ان انا ما عنديش طاقه خالص. مع اني يعني احيانا بحاول قدر الامكان ان انا احافظ يعني ان انا انام كويس او اصحى بدري. ده مهم موضوع الطاقه. لازم تنامي كويس فعلا، بس لازم معاه حاجات تانية مش بس النوم. معاكي. لان
انا ببقى لسه صاحيه من النوم، ما عنديش طاقه اصلا ان انا اقوم ابتدي اعمل اي حاجه. وانا في شغلي او اعمل اي حاجه، ما فيش، ما عندي انعدام طاقه طول الوقت. اوكي، وانا بصراحه عمري ما خدت اي فيتامين قبل كده ما خالص. هي دي المشكلة. هي مشكلة عمرها يا كام فاطمة، سنه فاطمه؟ عندك كام سنة يا فاطمة؟ عندي 28 سنه. صغنونه أم لسه. صغنونة بس لازم فيتامينات ومعادن. هي ممكن تكون مثلا انت يا فاطمة فاكرة انك انت لسه صغيرة انك تاخدي فيتامينز. الفيتامينز ده مش دواء، انت الناس خايفة من الفيتامينز ليه؟ يعني مهم ان انا بقول الفيتامين ده صيانة للجسم، هو يمكن للصحة عشان مش العامة. حاسين بالعرض وقتها يا دندن. ده اللي انا بقوله، صح. احنا ده بيحصل فجأة، بيكون بقى احنا حصل تراكم. بالفعل معنى وانس ان الفيتامينات والمعادن ما دخلتليش في جسمي يوميا وحصل نقص يحصل شديد، لها نقص تدريجي. على فكرة يحصل شكرا كومبليكيشنز. ليكي يا فاطمة حبيبتي، والف ميرسي يا سلامة فاطمة. عليكي. المهم لفاطمة واللي زي فاطمة كتير، موضوع التعب، الخمول، عدم الطاقة، هنعمل حاجات يومية زي النوم الكويس، الاكل الصحي، ونقلل السكريات. لان الناس تفتكر ايه بقى، انا هاكل مش عارفه كميه سكر وكده عشان انزل بقى يبقى عندي طاقه. لا، السكر الكتير ده بيقلل لي يا الطاقه. زينة، دول بيجيبوا بولة فيها العنب كيلو 2 كيلو عنب، وكأن السكر في اللي في العنب ده غير مذكور بالمرة، لا انا لما بقول فاكهه وهو عالي جدا في نسبة السكر، ده مهم. بيتعدى على مرضى السكر بالحبة. هو ده طبعا، يعني بقول الفاكهه مهمه جدا، بس مش معنى كده ان انا اجيب كيلو عنب واكل، دي كارثه. ولا تين ولا عنب ومانجا والمانجا طبعا، والبلح مش كتير، البلح لكن كل كارثة. الحاجات التانية نسبه السكر فيها قليله كويسه. معتدل. بقول لفاطمه تجرب معانا البا مالتي فيت، ما دام ما عندهاش مرض مزمن يؤدي الى كسل. الحاله بتاعتها ايه الامراض حالتي. المزمنه اللي ممكن تؤدي الى كسل؟ مثلا امراض القلب، لا قدر الله، التهابات الكبد، لا قدر الله، التهابات في الكلى. فلازم ابقى متاكده من وظائف الكبد والكلى وما عنديش مشاكل، لكن برضو تعبانه، وطبعا قصور الدوره الدرقيه بيؤدي الى كسل. يعني ما عنديش الحمد لله اي مشاكل، بس برضو عملت التشيك اب كله وبرضو انا حاسه اني تعبانه مرهقه، وقتها دايركت اقول نقص فيتامينات ومعادن. قلب مالتي فيت بيدعم جدا الطاقه، لان من اهم الفيتامينات اللي بتدعم الطاقه فيتامين ب الكامله. ليه بقول فيتامين ب؟ لان فيتامين ب هو الفيتامين اللي بيحول لي الاكل اللي بناكله لطاقه، بيحول تمام. كربوهيدرات ودهون و و و واحيانا بروتينات لطاقه. فمهم جدا انها تستخدم الب مالتي فيت، او تاخذ الب مالتي فيت قرص واحد بس في اليوم بعد الفطار. هتقولي النتيجه امتى يا دكتوره؟ بالنسبه للنشاط والطاقه في الوقت خلال قد يومين ايه؟ هلاقي نتيجه حلوه جدا. وكمان خلي بالك اول ما يبقى عندك نشاط، انا مش عارفه ليه حسيت ان فاطمه مودها مش حلو، طريقه الالقاء بتاعتها فيها مضايقه شويه. لان وانس ان البنت حست بكسل طبيعي مودها بيقفل. فبقول لفاطمه حتى المود بتاعها هيتحسن. اول ما هتلاقي نشاط معاها هتلاقي التحسين في المود ده. يعني ايه بالعربي؟ المزاج. المزاج، تحسين المزاج. بدعم لها طبعا قلب مالتي فيت، وبطمن فاطمه وكل الناس اللي بتتفرج علينا انه مرخص ومسجل من هيئه سلامه الغذاء. والسعر حلو جدا، السعر متناول الجميع. الحمد لله. موجودين في الصيدليات، سلسله صيدليات كبيره موجوده في كل محافظات مصر. ومعنى انه موجود يا جماعه في صيدليه يعني واخد التراخيص اللازمه انه يتباع للجمهور. وطبعا اللي مش قادر ينزل للصيدليه بيقدر يتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، بيوصل لحد باب البيت يا عظيمه. حبيبتي والله انا، انت عارفه انا مبسوطه ليه؟ لانه اهالينا في المحافظات دايما يزعلوا قوي، ويفرق معاهم قوي لو هم سالوا على الفيتامين مثلا وما عرفوش يلاقوه في مكان قريب منهم. فالحقيقه التليفونات دي بتسهل انه يعرف هو فين في المحافظه بتاعته قريب منه، يعرف يجيبه منين. طبعا دي حاجه حلوه وخطوه جميله من الشركه الحقيقه انها عامله كده. الصيدليات موجودين في الصيدليات، موجودين على الارقام، وموجودين على صفحه الفيسبوك كمان. طب في سؤال برضو جاي لي، بصي الناس اللي بتصوم، في ناس بتصوم اثنين وخميس، طبعا في اخواتنا المسيحيين في منهم ناس بتصوم اهو في اعيادهم ومناسباتهم، الناس دي برضو يعني هل هتقدر تتماشى برضو مع الجرعه بتاعتها برضو بنفس يعني تاخد من قلب مالتي فيت عادي كل يوم مع يوميا يا عظيمه؟ انا بقول قلب مالتي فيت
اتس ديلي روتين، التركيزات بتاعته رائعه. ما عنديش فيتامين يعني تاخد الجرعه بعد بقى الفطار، يعني لو احنا كمسلمين هناخدها بعد، طب اخواتنا المسيحيين ياخدوها في اي وقت في اليوم ولا ياخدوها بعد الفطار على طول لو بيفطروا كويس. او بعد الغداء على كوبايه ميه كبيره، عشان انا قلت ان الفا مالتي فيت ووتر سوليبل، الفيتامينات اللي فيه قابله للذوبان في الماء عشان نستفيد منه اكتر، تبقى الميه شويه كتير. وشرب الميه ده حاجه كويسه عموما، احنا كمان بنفتقدها قوي. ساعات في ناس في الشتاء بتفتقدها وفي الصيف بتبقى يمكن عشان احنا بنعطش، بس ده السموم دي كل ما بتخرج احنا بنفوق. صح كده، الميه اساس كل حاجه، كل شيء حي هو اساس الميه، فلازم نشرب ميه كويس قوي في اليوم على الاقل 3 لتر. الميه مهمه، اصل وانس انا حصل لي جفاف يعني مناعه قلت يعني ارهاق يعني تعب. تعرفي انه ساعات بيبقى سبب في اسباب الصداع، انا عرفت ده لابني وهو كان صغير. فالدكتور قال حاجتين، اولا التركيز طبعا في حاجه نشوف النظر الاول، بعدين قال الصداع اللي بيجي ورا ده بيبقى دايما نقص ميه. نخلي بالنا من الميه، حتى للاطفال برضو مش بس احنا ككبار، كمان طبعاً الاطفال طبعا الميه مهمه جدا. طيب بص يا دندون، دلوقتي احنا عندنا اسئله المشاهدين، معلش هنقول ايه. خالد بتقول السلام عليكم، كنت محتاجه اعرف من دكتوره دينا، هل لو طبيعي ان في وقت الدوره الشهريه عظمي يوجعني جدا وبضطر اني اخد مسكنات عشان الالم يقل، فكنت عاوزه اعرف مفروض اعمل ايه وشكرا. في ناس بتحتاج لمسكنات طبعا يعني وقتها ما اقدرش اقول لها لا يعني طبعا دي المسكنات بقول عند اللزوم. وقت الدوره تعبانه باخد مسكن، ما فيش مشكله، لكن مش عماله على بطال باخد مسكنات تعبانه او مش تعبانه. فهمت. هو ده اللي قصدي. وقت الضروره بالزبط. يعني تمام. الب مالتي فيت هيبقى كويس قوي ليها، هتاخد كبسوله واحده في اليوم مع المسكن، لان هي كمان وقت الدوره احنا على طول مودنا بيبقى وحش. بيختلف بالظبط، ونحس ان احنا تعبانين، ويعني اي سيده او اي بنت تحس انها تعبانه ومودها وحش ومنفوخه وزهقانه، فهو بيحسن جدا المود لاحتوائه على فيتامين بي كومبلكس بجميع انواعه. بس هي لو كملت على فكره عليه طول مش وقت الدوره بس ده، يعني هي استمرت، اعتقد ان ممكن في الشهور اللي بعد كده تتحسن شويه الالم ولا طبعًا ايه؟ طبعا لان هي لو بتفقد دم كتير برضو يعني اعتقد وجود الفيتامينز بتدعم مهم حتى الام الدوره الشهريه بنسبه طبعا. وكمان عشان نعوض شويه الدم لو زياده فقد، لان الكوبالامين موجود داخل الب مالتي فيت وبي مجموعه بي كلها. الكوبالامين هو بي 12. اوكي، فهيبقى كويس جدا ليها، وبطمنها انه مرخص من هيئه سلامه الغذاء. هتاخده منين؟ كلمينا عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه او من الصيدليه، سلسله صيدلات كبيره احنا موجودين فيها. وطبعا لازم اقول ان السعر موحد في كل المنافذ. انا بشكر الشركه والله يا دينا على السعر ده، على الرغم ان الفيتامين ده فيه يعني محتواه ما يقلش تماما عن فيتامينز موجوده بتتباع باسعار يعني كبيرة. بصراحة بجد شكرا لحضراتكم، انتوا يعني في متناول كل الناس، شكرا لكم بجد. طيب معانا سؤال تاني، خلينا عبد الله عماد بيقول مراتي والدة من 3 شهور تقريبا وبتشتكي من خمول وتعب على طول والثدي بيوجعها جدا من الرضاعة، فكانت عاوزة تعرف ايه الفيتامينز اللي هي محتاجاها، وهل امن ليها تاخد الالبا مالتي فيت؟ وتحياتي لحضراتكم. شكرا ليك. سيدات كتير بتقع في حته انا خلاص ولدت، كنت باخد فيتامينات قد كده في الحمل وتمام، ولدت من هنا او جبت البيبي وقفت بقى. خط ده 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 خطا كبير جدا. جدا محتاجه كل الفيتامينات زي وهي حامل. ممكن الكالسيوم بقى بيقل طبعا بعد الحمل. لكن محتاجه فيتامينز، محتاجه فيتامين سي، محتاجه الفوليك اسيد. الفوليك اسيد مش كل الستات الحوامل بتاخده. بس مش معنى ان انا وقفت او جبت البيبي ان انا اوقف الفوليك اسيد. الفوليك اسيد داعم جدا للصحه النفسيه. احيانا طبعا داعم جدا للصحه النفسيه، احيانا امهات بيجي لهم حاجه اسمها اكتئاب ما بعد الولاده. دي حقيقه، انا مريت بيه برضو. كنت اخدتي فوليك اسيد بعد ما خدت؟ مريت بيه في احد الحاملين، يعني مش في واحد، مش في الاثنين. لازم فوليك اسيد، لازم الكوبالامين، لازم فيتامين سي، وبقول لها لازم الاوميجا كمان. الاوميجا تدعم وبرضه تدعم أسماك، صحتها طبعا. اوكي، وصحه الجنين يعني طبعًا. ابنها برضه ما بيبقى عن طريق الرضاعه باللبن بالظبط. تمام بالزبط. طيب انا طبعا هتكلم اخر بس سؤال عن مرضى الامراض المزمنه، يعني دول بقى يتعاملوا مع الالب مالتي فيت ازاي؟
بيتعاملوا مع الالب مع الب مالتي فيت بطريقه امنه جدا. انا بدعم اصحاب مرضى السكر لان اصحاب مرضى السكر سواء اللي ماشي على انسولين او ماشي على ادويه سكر بدعم جدا فيتامين بي كومبلكس، لازم ياخدوا لازم ياخد فيتامين بي كومبلكس لان بيبقى شويه الاعصاب عندهم في الاطراف فيها مشاكل، فبدعم جدا الب مالتي فيت بياخدوا مع الدواء. اصحاب امراض القلب او الكوليسترول الب مالتي فيت داعم جدا، آمن وداعم لنسبة الكوليسترول اللي احتوى على فيتامين إي. فيتامين بي إي بيعمل على عدم أكسدة الدهون الضارة كويس اللي بتتحول الكوليسترول وتترسب الأوعية، فلا يتعارض إطلاقا مع أدوية مريض القلب أو يعني سواء سيولة أو أدوية كوليسترول خالص. أوكي. إطلاقا ياخدوه بكل أمان مفيش أي مشكلة. ممكن الكونسرن البسيط بس بتاعي لا قدر الله اللي عندهم فشل كلوي او فشل في الكبد او المشكلتين دول اي حاجه بياخدوها بتبقى تحت استشاره لازم طبيعي. استشاره الطبيب تمام. تسلمي يا دندون بجد والله بشكرك جدا، بشكرك على طبعا اجاباتك على اسئله المشاهدين، وبجد يعني بتفتحي معانا كده نقط بتبقى مهمه قوي والناس بدات تتكلم باستفاضه بجد في الحاجات الحياتيه. اسمحوا لي طبعا اشكر ضيفتي اللي كانت مشرفاني منوراني النهارده دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال، نورتيني وشرفتيني. بنورك يا عظيمه يا دندونه يا جميله حبيبتي. واشكر حضراتكم طبعا على حسن المتابعه، واتمنى يا رب نكون قدرنا نجاوب على اسئله حضراتكم شفتوها من خلال فقرتنا مع دكتور دينا. وفي نهايه الحلقه اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا الحلقه الجديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده وسلام عليكم.